نتابع مع سادة المشاهدين إذن هذه الصور المباشرة من قطاع غزة، ونشاهد فيها تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع في هذه الزاوية. نلاحظ أعمدة الدخان متصاعدة بشكل كثيف من منطقة ما في قطاع غزة جراء غارة إسرائيلية تم تنفيذها في هذه اللحظات، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة اليوم 11، ما خلف حتى الآن أكثر من 2800 قتيل، أغلبيتهم من النساء والأطفال. لكن منظمة الصحة العالمية لها إحصائية مختلفة تتحدث عن مقتل 3000 شخص في غزة، فيما أصيب 11000 منذ بداية الغارات الإسرائيلية. في هذه الصورة مشاهدين المباشرة على شاشة العربية نتابع هذه الغارة الإسرائيلية التي شنت على هذه المنطقة من قطاع غزة، حيث يتجدد القصف مرارا على القطاع منذ صبيحة هذا اليوم بوتيرة مختلفة، وأعمدة الدخان متصاعدة في هذه المنطقة. إذا هذه صور لقصف إسرائيلي مكثف على مناطق عدة في قطاع غزة، حتى الآن نتحدث عن أكثر من 115 هجوما إسرائيليا، منها على المرافق الصحية في قطاع غزة. وهناك أيضا مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قال إن هناك حاجة للوقاية من تفشي الأمراض في القطاع كما أشرنا قبل قليل. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، غارات مكثفة لليوم 11 على التوالي بسبب هذه الحرب التي اندلعت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، ما خلف حتى الآن بحسب منظمة الصحة العالمية نحو 3000 قتيل في قطاع غزة و 11000 من الإصابات منذ بداية هذه الغارات.